صباح الخير جميعا. طبعا جعفر الصدري معاكم من البحرين، جيت من البحرين على الهند حيدر أباد. كنت أعاني من مشكلة يدي وجيت الحمد لله مستشفى يشودة في حيدر أباد، طبعا من أفضل المستشفيات في الهند. طبعا الحمد لله جريت العملية حق كتف والحمد لله العملية ناجحة 100%. طبعا والدكتور من أفضل الدكاترة موجود اسمه منوتش، طبعا سوى العملية في يدي اليسار قبل يومين والحمد لله أنا بصحة وسلامة، فأشكر الدكتور شكر تام. طبعا وأتمنى كل من في البحرين أو خارج البحرين، هذا الدكتور يعني لا يعلى عليه صراحة. I make thank you for Dr. Manoj so much about he make my shoulder and very very good this Dr. Manoj. طبعا حيدر أباد من أفضل المناطق الحلوة يعني كسياحة، وأشكر طبعا الطاقم الطبي اللي قام بالعملية في أثناء، وأشكر يعني المميزات اللي موجودة في المستشفى سواء من أكل من صيانة من هذا كل شيء على أحسن ما يكون. طبعا والنظافة في المستشفى هذه جدا مهمة، وأنا أشوف المستشفى جدا ممتاز صراحة، والشعب يعني حليو ومتناسب يعني في الأجواء ماله، أمطار حلوة كان قبل يومين في أمطار والحمد لله يعني كل شيء يعني عجبتني صراحة حيدر أباد ومستشفياتها والمناطق الحلوة والأسواق. طبعا يعني هي حق سياحة وهي حق علاج وهي حق كل شيء الحمد لله رب العالمين، وأشكركم شكر تام. Thank you.